السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب طلب أحد الأخوة اللي راد يتعلم كيفية مونتاج الفيديوهات عن طريق النقال، صراحة بعد البحث الطويل لقيت أنه أفضل برنامج للمونتاج باستخدام الهاتف هو برنامج الكين ماستر. لذلك اليوم راح أحاول أشرح لكم بشرح مختصر ووافي، وإن شاء الله بعد هذا الفيديو راح تتعلمون شلون تقدرون تمنتجون الفيديوهات. خل نبدأ على بركة الله. في البداية لازم تحددون نسبة العرض والارتفاع. أول ما ندوس على هذا شكل شريط الفيديو راح يقول لنا اختار نسبة الجانب. هاي تحدد لك اتجاه الفيديو، سواء الفيديو 16:9 يعني بالعرض، أو الفيديو بالطول، أو الفيديو نسبة 1:1 اللي هو يكون متعادل لا بالعرض ولا بالطول. طبعا كل فيديوهات اليوتيوب تشتغل 16:9 يعني اللي هي بالعرض، وهاي تشتغل أفضل شيء بشاشة اللابتوبات والحاسبات من بعدها التليفونات. أما 19:6 فهي المفضلة ببرامج التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب وكذلك الانستغرام. أما بنسبة 1:1 هاي يعني اوبشن تعتبرونه وسط بين هاي القيمتين. وطبعا اكو نسب اخرى، نسخ اخرى من برنامج الكين ماستر هي مخصصة سواء للفيسبوك او الانستغرام. فخلونا نشتغل على اليوتيوب ونختار اول نسبة 16:9. مثل ما تشوفون راح يفتح لي بالبداية، بما انه حاليا صفحة الفيديو فارغة، راح يفتح لي الملفات الموجودة عندي بالاستوديو. وإذا كنتوا أول مرة تصورون البرنامج راح طبعا يطلب منكم الإذن. طبعا أنا راح أختار الخلفيات اللي موجودة عندي من الجهاز أو الخلفيات الموجودة من نفس البرنامج الكين ماستر. مطيني عدة أنواع من الخلفيات. خلينا نختار مثلا هالخلفية من عندهم، خلفية السماء. مثل ما تلاحظون من نزل الفيديو هنا نزل على شكل صورة بالبداية، يعني الفيديو بالبداية على شكل صورة، راح تشوفونه يتحرك ما بيصوت، هو فقط صورة. التحكمات الأساسية بالبداية من تضغطون ضغطة عليه راح يعطيك أولا الطول مالته كم ثانية. إذا تبون تكبرون طوله مجرد ما تدوسون على هاي البردة الصفراء وتجرونه باتجاه اليمين او اتجاه اليسار راح تشوفون الفيديو عندكم يكبر او يصغر. فخليه مثلا الفيديو 10 ثواني. طبعا بالبداية يبدي اجزاء الثانية، النوبة الثواني، النوبة الساعات. اذا اريد نكبر او نبحث على دقة اكثر، مجرد ما نسحب راح تشوفون انه يزيد اجزاء الثانية حتى يقسمها الى فريمات. مثل ما تعرفون نسبة الانتاج مختلفة، هذا البرنامج طبعا اكثر شيء يقدر يعالج 30 فريم بالثانية، او لعله مو البرنامج بصورة ادق، انه التليفون هذا امكانياته انه 30 فريم بالثانية، وهاي لازم بعدين اشرح لكم شنو معناها. واكثر جودة 1080 بي اللي هي الفول اتش دي، ما يشغل 1440 بسبب انه امكانيات الهاتف. نرجع مرة أخرى إلى الصورة ونزغرها بهاي الطريقة اللي علمتكم إياها. الآن بالبداية تشوفون هذا الخيار طبقة، هذا الخيار طبقة جدا مهم، يخلينا نختار ويا الصورة اللي هي بعدين راح تصير فيديو الوساط. بالبداية الوساط الموجودة بالتليفون تشمل الصور الموجودة وكذلك الفيديوهات. فخلينا مثلا نختار أحد الفيديوهات اللي نريده، مثلا خلنا نشوف هذا الفيديو. مثل ما تلاحظون ضاف الفيديو، بس ضافه على شكل طبقة تحتية، وهاي طبعا إلها هواي مميزات. ممكن يعني مثلا تخلونه في جهة ما، ممكن تصغرونه أو تكبرونه، وكذلك هنا بعدين أشرح لكم هاي اللي يسموها الرسوم الداخلية طريقة العرض مالته. فممكن بالبداية انه ندرج فيديو، وكذلك من
الطبقة بالوسائط. ممكن أنه أدرج أيضا صور أخرى، أختار هاي الصورة مثل ما تلاحظون صارت صورة وفيديو عندي، وكذلك من أنا تحكمون بالحجم مالته كم ثانية أو كم دقيقة تردونه. بعدها خيارات الطبقة عندنا التأثيرات. التأثيرات جدا مهمة. تأثير يحتاجون المنتجين هو تأثير الطمس. تأثير الطمس جدا مهم. إذا عندي مثلا عنصر بالشاشة أريد أعمل على أخفاءه أو ما أريده يظهر، فيجي هذا بتأثير الطمس. طبعا من أنا من الإعدادات تقدر تتحكم بالحدة مالتي إنه مغوش كلش أو تقلل التغويش مالتي، بس هو المفضل عند 50. كذلك ممكن تتحكم بحجمه وموقعه وين تريده، بيا دقيقة أو بيا ثانية. مثل ما تلاحظون أضغط عليه ضغطة واحدة راح يصير باللون الأصفر، يعني الآن أقدر أتحكم به وأتحكم بإعداداته. بعد ذلك عندي تأثير آخر أشرح لكم عليه، وهو تأثير المكبر. هذا ممكن أنه يكبر لكم نقطة ما بالشكل أنتوا تختاروها. تأثير المكبر ما تلاحظون Magnification. خلي نوخر هذا التأثير الطمس. طبعا إذا تردون تحرفون الليمن نضغط عليه ضغطة واحدة، ومن هنا هاي علامة الربش أضغط عليه. الآن وين تردون نكبر؟ بيا مكان من سطح الفيديو. وكذلك نفس الحالة ممكن أنه تختارون الحجم أو المدة مالته، وكذلك قوة التكبير، يعني تردون تكبرون دائرة صغيرة أو دائرة كبيرة باللي الحجم يشوفونه مناسب. تأثيرات سطح الفيديو، هذا تقريبا خلينا نقول شيء مثل السمايل اللي يستخدمونه ببرامج التواصل الاجتماعي. قسم من عندها موجود بالبرنامج، وقسم من عندها انت لازم تحملها من متجر البرنامج. مثلا شوف هذا التأثير موج البحر او تأثير الانفجار وتأثيرات اخرى. ممكن انه مجرد ما تضغط عليها ينزل بسطح الفيديو مثل ما تشوفون. بس هذا ممكن انه اتحكم بمكانه ومن هنا حجمه، وطبعا طريقة الظهور بعدين اشرح لكم اياها تأثيرات الظهور شلون تردونه يظهر. الى نهاية اتفقنا انه سطح المكتب مثل سمايل. نبغى نجي الشيء اسمه خيارات النص. خيارات النص طبعا انه الكتابة، مو الكتابة اليدوية، الكتابة بالكيبورد. مثل السلام عليكم، مثل ما تلاحظون هنا عندي عدة تحكمات. وصراحة النص واحد من أهم الأمور في منتجة الفيديوهات، من أهم الأمور، لذلك لازم تركزون بصورة جيدة. في البداية البرنامج يعطيني تحكم بنوع الخط. مثل ما تلاحظون عنده مكتبة كبيرة ممكن تحملونها من خيار المتجر، يا ممكن منها تحملوها من خيار المتجر يا خط تردونه. وعندي مجموعة كبيرة طبعا من أنواع الخطوط اللي أنا محملها. مثل ما تلاحظون هسه إذا أضغط على هذا الأول غير لي شكل الخط، غيره تماما. مرة ثانية من هنا أريد أغيره مثلا كايرو بلاك، راح يتغير مرة أخرى. هذا فيما يتعلق بنوع الخط. أدي شغلة أخرى، لون الخط شنو تردون لونه. مثلا أريد أسوي لونه هنا أسود، بالموافق راح أتغير لونه إلى أسود. طبعا هذا التحكم اللي تشوفونه منه التكبير والتصغير ومنه الروتيشن الدوران، هذا الأوبشن كل إليمنت من إليمنتات البرنامج هو يتحكم به. وكذلك طبعا نسيت أشرح لكم أنه واجهة البرنامج بها هذا ما يسمونه الطبقة الأساسية. الطبقة الأساسية ممكن تصير عبارة عن صورة وممكن تصير عبارة عن فيديو، يعني نفس الشيء. إضافة إلى ذلك هنا عندي الطبقات هذن اللي راح يطلعن واحدة ورا الثانية. هذن الطبقات ممكن إنه يصيرن فيديو آخر، ممكن يصيرن نص، ممكن يصيرن يعني شيء مثل السمايل رسوم متحركة، ممكن يصير تأثير
وممكن كذلك انه نفسه سواها خلفية اخرى صورة ثانية. فنرجع للخط، لخيار الخط اللي هو جدا مهم. خلي نشيل هذا منها، ننزل الحذف كل خشينا بعد ما نريدهم، بقي بس السلام عليكم. اكو امور اخرى خلي اشرح لكم اياها. طبعا هاي الليست او الاوبشن تشتغل مو فقط بالتأثيرات الكتابية، شكوى او اي طبقة راح تظهر بالبرنامج ممكن انه تتحكمون بها بهاي الطريقة. الرسومات المتحركة الداخلية هاي شلون راح الإليمنت يظهر لكم بالانبثاق او التلاشي، وكذلك انه تحددون الزمن مالته، يعني تردونه يظهر خلال ثانية ونص، نصف ثانية. طبعا يتحكم بسرعة الانبثاق مالته اللي يعجبكم تختارونه. بعدها التعبير، هذا التعبير راح يكون مستمر على طول الطبقة، يعني اذا دوس تردد او نبض شقد ما الطبقة متأخرة او مستمرة بالعرض راح يصير التعبير انه مستمر عليها. الرسوم متحركة داخلية، شلون هاي الطبقة راح تذهب او تختفي عن الانظار، يعني مثلا تردونها تدور من تخلص، راح تشوفون هسه من راح تخلص راح تدور وتختفي تماما مثل ما لاحظتوا. طبعا هنا الفا تأتين شقد تردون الحدة مالتها، يعني تردوها لون باهت او السترينت او قوة مالتها 100%، وهاي طبعا موجودة كل الاوبشنات الطبقات. اكو اشياء خاصة بالنص، فقط متخصصة بالنص. اولا اذا تردون النص يكون متوسط او يمين او يسار، هاي طبعا ما تبين هنا بالسلام عليكم، خلي نكبر الكلام. اشترك معنا من فضلك. مثل ما تلاحظون هسه اذا نرجع هنا لخيارات النص ممكن نوسطها وممكن يمين وممكن يسار، هذا الخيار مثل ما الموجود بالوورد. كذلك اذا تردون اكو خط يصير جوا النص مثل ما تشوفون، وشقد تردون الحروف متباعدة بيناتهن طبعا لحد معين، وكذلك الخط شقد يعني صاعد او نازل او متداخل، هذنا خيارات جدا مهمة. عندنا هذا الخيار الخط العريض، هذا جدا مهم يبرز الخط، طبعا ما يبين باللون الاسود، فرضا ان احنا اختارينا لون فاتح اللون الاصفر. اذا اريد اضيف لفرد نشعة او ابرزه استخدم خيارات الخط العريض، مثل ما تلاحظون حدده فرد خط انه يبدو عليه جميل، وزاد من الدقة مالته او السترينث. بعد ذلك عندنا الظل، اذا تردون اكو ظل او شادو لل مثل ما تشوفون للنص، وكذلك تقدرون تحكمون بالزاوية مالته وين تردوها، يمين اسفل، كذلك الانتشار مالته مثل ما تلاحظون، كذلك حجمه شقد تردون. اغلب هاي الخيارات موجودة فقط في الكتابة. التوهج شقد يعني راح يتوهج النص، وطبعا عندك كولكشن كبيرة من عدسة الالوان مثل ما تلاحظون. اخيرا لون الخلفية، اذا تردون تبرزون فرد كلمة في مكان ما تخلون المتابع ينتبه لها لازم تختارون لون خلفية. طبعا يطلع في حالة شادو، يعني الصورة بعدها تكون موجودة. وعندي خيار الخلفية ذات العرض الكامل يخليها على طول حجم الفيديو، وكذلك ممكن انه تغيرون لونها مثل ما تلاحظون شقد تردون لونها، وقارنوا بين الشكل القديم للكتابة والشكل الجديد شقد فرق. الخيار الأخير الكتابة اليدوية، الكتابة اليدوية نوعا ما معقدة لكن جدا مفيدة. مثل ما تلاحظون
هنا هذن الأربعة أو الخمسة يختار لي شكل الكتابة اليدوية، هل أريد مثلا علامة X أو أريد مثلا مربع أو أريد مثلا أصنع دائرة هنا أو أريد مربع فارغ. وجدا مفيدة هاي بالتأشير، جدا مفيدة. كذلك أنا يعني مثلا إذا أريد سهم أو سهم آخر، وكذلك إذا أريد تأشير، طبيعي أنه من هنا مثل ما قلت لكم تتحكمون بلونها. إذا تردون مثلا تمسحون قسم من عدها أو تمسحوها كلها، ورجع مسحها إلي مثل ما تلاحظون هنا غير منونها. وإذا تردون تتحكمون بسمك الخط، وهذا أكثر شيء يشتغل بالقلم. السلام، مثل ما تلاحظون أنه صار كل كبير، ممكن نزغرها منه. نكتب السلام، نمسحها مرة أخرى، نكتب السلام. وهذا جدا مفيد بالتأشير أو تضليل، إذا طبعا كان عندكم آيباد أو تاب تستردون تستخدمون القلم مالتي. ممكن أخيرا أنه تتحكمون بطريقة العرض مالتي، تبدون الرسم بشكل عشوائي أو منظم أو ينبثق. طبعا هذا الخيار يعني رسم عشوائي ورسم منظم فقط بالخلاء بالكتابة اليدوية، ومنا تتحكمون بالوقت مالتي إيش تبدون. بس نرجع نشوف. السلام عليكم. إن شاء الله أنه هذا يكون فرد شيء وافي لخيارات الطبقة. وطبعا هاي بعدين كلها راجعة إلى إبداعاتكم اللي ممكن أنتوا تضيفوها. خلونا نكمل. طبعا الصوت راح يطلع لك العناصر الصوتية الموجودة عندك، فبمجرد ما تضغط عليها منها تبدي تسمعها. إذا ضغطت عليها ضغطة واحدة تبدي تسمعها. إذا أوكي أجبتك هي اللي تريدها، أدوس على زر زائد، راح نشوف أنه هذا ينزل بطن البرنامج ويعتبر مقطع صوتي كامل. الخيارات مالتك بالتحكم بالصوت هي هنا. طبعا عندك أربع أو خمس أوبشنات جدا مهمة. أولا زر التقليم اللي هذا بعدين راح أشيلكم عليه، هذا جدا مهم. طبعا هذا يشتغل على الصور اللي موجودة بالطبقات، ويشتغل اللي على الطبقة الرئيسية، ويشتغل على حتى الكتابة أو على أي شيء. يعني هسه أنا مثلا أريد الصوت يبدي من كلمة السلام عليكم، انتبهوا علي جدا. أروح على زر المقص أقول له قص لي اللي قبله. أوكي، أنه من تخلص السلام عليكم تبدي الموسيقى، أو قص البعده أريد الموسيقى فقط من السلام عليكم. أو مثلا هذا خيار جدا مهم، تقسيم عند الإطار، أريد أن يكون هذا جزء وهذا جزء مختلف، أريد أتحكم به هذا الجزء، يعني الأوبشنات مالته يختلف عن الجزء الآخر. كذلك إذا تريد تتحكم بقوة الصوت، ممكن منه تصعده أو تنزله إلى نسبة معينة. يعني مثلا إذا تريد موسيقى خفيفة تنزله، تتكلم موسيقى خفيفة تنزله، لا إنه الصوت ناصي تريد تنصي. الضاغط راح يضاعف قوة الصوت، لكن من سلبيات الضاغط إنه إذا أكو نويز بالمكان اللي قاعد تسجل بيه راح تطلع، لأن البرنامج بيمثل الفلتر مالت الصوت. فهاي من الضعف تسوي 200، والضغط كلش راح ترفع الصوت، بس المشكلة راح تطلع النويز الموجود. الصوت جدا سهل. طبعا البرنامج بمواد موسيقية ممكن انه تنزلوها من المتجر، مثل ما تلاحظون هذا زر المتجر اللي فوق امامكم. بعد ذلك ننتقل الى خطوة اخرى. الان يعني شرحت لكم الهيدلاين، المبادئ الرئيسية أو كل الخطوات اللي تتعلق بالمونتاج. بس هسه خلونا ننتقل إلى فرد مونتاج حقيقي. يعني أنا عندي فيديو أريد أسوي عليه تعديلات كاملة وأحضره للمونتاج. خلونا نروح للمكتبة نجيب فيديو ونشتغل عليه شغل كامل. هسه مثل ما تلاحظون
خلينا نشوف احد الفيديوهات اللي منزليها. خلينا نشوف مثلا هذا الفيديو الكوميدي اللي منزله. في البداية هذا الفيديو اذا تلاحظون انه راح يصير طبقة خلف الطبقة الرئيسية. هذا من مميزاته انه ممكن انه تتحكم بمكانه وكذلك طريقة ظهوره، لكن مو دائما يفيد، فخلونا نعتبره كفيديو اساسي. نذهب منه مرة ثانية للوسائط وبعدين ننزل هذا الفيديو. الآن حدد لي الفيديو. أول خيار إذا تردون منه، أنا مثلا تردون تقصون، يعني أنا مثلا للثانية 18 وأريد أقص الفيديو، بعد أريد أحط فيديو جديد مثل ما قلت لكم زر المقص وراح يقص الجزء اللي وراء المؤشر اللي أنت حاطه. منه أنا ممكن يقص قبل المؤشر، ومنه ممكن أنه يعتبره فيديو وين تقسيم عند الإطار. الخيار الأخير تقسيم وإدراج إطار التجميل، يقسم ويعتبر هاي المنطقة مثل الصورة. مثل ما تلاحظون هاي المنطقة راح تكون ساكنة اللي نزلها كأنما صورة، وهاي تفيد إذا أنه أنتم مثلا بهاي الثانية تبدون تنزلون شرح الفيديو فتدوسون على تقسيم وإدراج إطار. بعد ذلك عندنا موضوع تحكم في السرعة، ايش قد تردون سرعة الفيديو؟ تردون 1.5، تردون 2، يعني بهاي الثواني اريد اسرع الفيديو راح يبدي يسرع لي. وطبعا من هنا عندنا شغلتين، عندنا كتم الصوت اذا ما تردون الصوت الخلفي يطلع، وممكن من هنا تحافظون على النغمة حتى لا تتغير النغمة مالتكم أثناء الحديث. بعد ذلك نحب نشرح لكم موضوع التناوب والانعكاس، شلون تتحكم باتجاه الفيديو. طبعا برامج الكمبيوتر في فترة ما كانت هناك برامج متخصصة فقط انه تقلب اتجاه الفيديو. هذا البرنامج جدا سهل، منه انه يمكن انه تقلبه يمين او يسار، وكذلك تخليه شلون كأنما الفيديو بمراية، الأمام خلف والخلف أمام والأسفل أعلى والأعلى أسفل، مجرد ضغطة واحدة وهاي جدا تفيد. بعد ذلك ممكن أنه رسومات المقطع، رسومات المقطع جدا مهمة في عمل الانترو مثل ما تلاحظون. طبعا تكون مدتها قليلة، إذا أريد مثلا نختار زر المخرج مثلا خلينا نقسم بخمس ثواني فيديو بخمس ثواني ونعتبره كأنما مخرج، تقسيم عند الإطار، ونروح على رسومات المقطع ونختار المخرج ونختار يا شكل تريده. طبعا هو يبي يعرض لك الشكل اللي تريده كأنما هذا الشكل، ونلاحظ مثل ما تلاحظون انه حط لك تأثير سينمائي، ويعتبر هذا فقط انترو. طبعا الانترو ما يصير فرشي طويل، اتوقع اقصى شيء 10 الى 15 ثانية، تبين انه شنو تريد تعرض للمشاهدين بالفيديو. طبعا هنا اكو مجموعة كبيرة للانترو، ممكن انه تنزلها من المتجر، لان اول ما راح تنزل البرنامج راح تلقى واحدة او اثنين من تأثيرات الانترو. والانترو طبعا جدا جميل، بس شلون تنسق وياها ويا الصورة او الفيديو مالتك، هاي طبعا تابعة الى مهاراتكم الشخصية. بعد ذلك اكو شغلة نسيت اشرح لكم اياها، موضوع الصوت. هذا الشيء اسمه محجم الظروف، محجم الظروف جدا مهم. اليوم مثلا انت قاعد تشرح واكو فرد نويز ضوضاء وراك، ممكن انه تقلل حجم الصوت، تقلل حجم الصوت فرضا الى 50 او 45، فقط راح يطلع صوتك انت، لان راح يقلل الويف او الموجة. بس لازم تلاحظون انه هذا راح يبدي بيه التدرج، فانتو تضبطونه من بداية الفيديو لنهاية الفيديو. وممكن انه فقط في نقاط، يعني مثل ما تلاحظون اخلي هنا نقطة نظام وهنا نقطة نظام، وارفع
الموجة، يعني أنا هنا أحتاج الصوت عالي مثلاً، النبع بعدين ينزل، هذا ممكن إنه تستخدمه كإفكت خاص بالصوت، وممكن إنه تزيل بي النويز، وهاي جداً مهمة لأن يسجلون فيديوهات وايد يعانون من موضوع النويز اللي وراهم. طبعاً موضوع اللمحة فرد تأثير سينمائي بسيط، يظلم لك الشاشة، بس أوقات راح تشوفونه مفيد، وطبعاً هو يشتغل على طول الفيديو مهما كان طوله. مغير الصوت ممكن إنه تغيرون الصوت، بس يعني مش احترافي بالمعنى المطلوب، ولكن ممكن إنه مثلاً أنت إذا ما تريد تبين صوتك الشخصي تستخدم مغير الصوت. أخيراً زر التكبير، طبعاً زر التكبير بهذا البرنامج جداً فاشل، وراح أعلمكم بعض المهارات أو التقنيات الخاصة اللي تستخدمون بها زر التكبير. طبعاً هو شنو عنده؟ عنده وظيفتين، ممكن إنه مثلاً تكبرون وأثناء الفيديو راح يبدي الفيديو، يعني مثلاً هنا أسوي زوم وأثناء التقدم الفيديو راح يبدي الفيديو يرجع الوضع الطبيعي، وطبعاً هذا تبين بالصور أكثر من الفيديوهات. خلي أنزل لكم صورة وأراويكم شنو اللي أقصده. مثل ما تشوفون سايب صاد، نختار بعض الصور. بعد ما حددنا الصورة مثل ما تلاحظون إنه مثلاً أريد في البداية أركز على هاي الدائرة، وبعدين بالنهاية راح يرجع الفيديو إلى وضعه الطبيعي، يعني زوم إن بالبداية بعدين زوم أوت. طبعاً هاي ممكن إنه تستخدمها بالبداية أو بالنهاية، أو يعني مثلاً تعملها إفكت، بس ما يصلح لأنه يكون زوم. ممكن إنه تعكس الموضوع بالبداية إنه أنت مكبر أو بالحجم الأصلي، بعدين راح تسوي له زوم تعطيه موافق، فمثل ما تلاحظون إنه راح يبدي الفيديو راح يبدي يسوي له زوم بهاي المنطقة. وطبعاً هاي الفترة راح تطول قد ما يطول الفيديو راح تطول، يعني مثل ما راح تلاحظون إنه هاي عملية الزوم راح تصير أبطأ هنا، يعني لأن الحجم مالت الفيديو أو اللقطة صار أطول، فالطول أو تقصر. الموضوع الاستفادة الحقيقية من التكبير أو التصغير مو هنا يكمل. أنا مثلا بهاي الدقيقة أو الدقيقتين اللي أريد أشرح بيها أريد أسوي زوم إن بهذا المقدار على هاي النقطة فقط، ففي البداية أروح إلى بدء الوظيفة وأزوم، وأضغط بعدين على انتهاء الوظيفة وأخلي نفس نسبة الزوم، ومثل ما تلاحظون أخلي هاي الخطين، يعني راح أقله بهاي الفترة الزمنية كلها سوي لي زوم بهاي المنطقة، فيعتبرها انه هاي كلها منطقة واحدة في حالة الزوم او التكبير، وهذا طبعا جدا مهم بهاي الحالة. هاي اهم الامور اللي تتعلق بضبط الفيديوهات وبالمونتاج مالتها. اكو امور اخرى، يعني مثلا هنا اذا تبدون تسجلون صوت زر التسجيل، مثل ما تلاحظون بدأ يسجل صوت، أو ما بدأ في الحقيقة يسجل صوت، قاعد يراويكم إنه أنا شقد نبرة صوتي، وكل ما تعلى نبرة صوتي كل ما علت إنه هذا المؤشر الأصفر راح يبدي يزيد ويعلى، مثل ما قاعد تلاحظون. إذا تبدون بالتسجيل ندوس على ابدأ، هسه الان قاعد يسجل صوتي من البرنامج يوقف، وبعدين راح يعتبرها على مقطع صوتي خاص بالبرنامج كين ماستر، ممكن انه تجون عليه كل التعديلات نفس اللي موجوده بالفيديو. ممكن انه بعض التعديلات كذلك. اكو حاله جدا مهمه، اذا احتاجيت انه انقل هاي الطبقه من مكان الى اخر اضغط عليها ضغطه كامله وأحركها بالثانية والدقيقة اللي تعجبني. كذلك أكو شيء مهم جدا هنا، هاي الخيارات إذا تردون تسوون تكرار للطبقة، مثل ما تلاحظون راح يسوي لي تكرار هنا، أعطي مرة ثانية تكرار راح يسوي لي تكرار هنا. أمر آخر تأثير الترانزيشن، الانتقالات. الانتقال جدا مهم بتصميم الفيديوهات، إذا ضبطت بطريقتك الخاصة راح تطلع فيديوهات بين قوسين روعة. مثل ما تلاحظون
كل سكشن أو بارت من مقطع الفيديو حط عليه علامة صليب أو زائد. هاي علامة الصليب أو الزائد يعني هذا مقطع فيديو وهذا مقطع فيديو، وين ما تشوفوها هاي هنا ممكن أسوي خيار ترانزيشن، فمجرد ما أضغط عليه راح يطلع لي قائمة كبيرة بالانتقالات، 6 أو 7 موجودة بالبداية اللي هن هنا بالنهاية بالبرنامج، والبقية انه ممكن انتو تنزلوها. يعني مثلا مثل ما تلاحظون انه هذا الشباك، هذا اللي شفتوه بالضبط يسمونه تأثير الترانزيشن، شلون تنتقل بين طبقة وطبقة، جدا مهم بتصميم الفيديوهات وضروري لا غنى على اي مصمم من تأثير الترانزيشن، تأثير الانتقالات. مثل ما تلاحظون اضغط ضغطة واحدة احدد الترانزيشن اللي اريده، طبعا اغلبهن بيهن شقد تردون السرعة، ثانية ونص على ام الاغلب، ثانية ونص جدا كافية. مثل ما تلاحظون سوالي تأثير ترانزيشن، هاي جدا مهمة لان احيانا ما تصورون الفيديوهات او تمنتجوها راح تصير مثل الفصلة، هي صح اقل من ثانية او جزء من الثانية، لكن إذا تكررت راح تصير جدا مزعجة، لذلك إنهم راعوا الموضوع وحبوا إنه يضيفون هاي الشغلة تأثير الترانزيشن اللي موجودة بكل برامج المونتاج. خلي ننسق بعض الأمور، يعني مثلا هنا إذا حطيت تأثير طبقة، يعني مثلا هاي أوراق خريف متساقطة مثل ما تلاحظون، ممكن منا نكبرها ونصغرها، وكذلك ممكن انه انا اضيف صورة حتى تشوفون شو راح اتحكم بيها، وكذلك راح نحط نص او كتابة. هسه انا شو راح انسق بين كل هاي الامور اذا كانت عندي صوت وكتابة وصورة. في البداية لازم انه تحددون يا element او يا عنصر تردونه ظاهر بالبداية ويا هو اللي يصير بالخلف حتى نحدد. طبعا الكتابة لازم تصير بالبداية وما يغطي عليها اي شيء، فنحطها بمكانها المناسب ونضغط على احضار الى المقدمة. طبعا الكثير من المصممين يطعون بهذا الخطأ، إذا مثلا حطيت بالبداية الكتابة بعدين حطيت هاي الصورة لون ثابت راح يصير بهذا الوضع الطبيعي، فراح تضيع الكتابة وتسبب لكم هواي مشاكل إذا كان عندكم أكثر من طبقة. فبالبداية تحدد إنه ياهو تريده ظاهر وياهو تريده بالخلف، خلي هاي نضغط على حجب في الخلف راح يصير جو الإلمنتات كلها، بعد ذلك راح يصير الكتابة ويصير التنسيق بيناتهم كلش صحيح. طبعا البرنامج جدا رائع وسهل، ممكن بضغطة واحدة ضغطة ثانية ممكن توديه لأي ثانية، ممكن انه تقصه وتقسمه وتتحكم باتجاهه، ممكن انه تستخدم خيارات التكرار. كذلك اكو اوبشن خاص فقط بالصور، اذا تردونه يغطي جزء من الشاشة ادوس على هاي يقول لك الصورة تريدها على كل الشاشة، اعلى اسفل يمين يسار الشاشة وتتحكم بها، وهذا الخيار جدا مهم ومفيد في عمليات تصميم الفيديوهات. تقريبا اذا تعلمت هاي الامور راح تكون مصمم بارع، واي استفسار او سؤال على اي حالة تحتاجوها بعملية المونتاج مال الفيديوهات ممكن انه تكتبولي بالتعليقات وانا اجاوب عليكم. شكرا لكم ومتابعتكم وحياكم الله.